السلام عليكم. ان شاء الله في المحاضره النهارده ازاي نستخدم الراديو بوتون. عارفين طبعا الراديو بوتون هنستخدمه ازاي في اول حاجه. بص هنقول مثلا عارف نغير اسمه R1 بيساوي راديو بوتون روت انهرنس من روت. ده اول بروبرتيز المفروض نحطها لي أول قيمة عفوا. ثاني قيمة لازم تقول value تظهر لي كنت مصدرها value بيساوي 1. ثالث حاجة variable، ودي حاجة مهمة جدا ودي أول مرة ممكن يكون أول مرة تعرفوها. variable سميها مثلا var. طيب variable var ده عبارة عن إيه بقى؟ variable var ده حاجة كده بنعرفها بيها. نقول مثلا var بيساوي int var يعني بخول المتغير من نوع نصي عشان يقدر يربط ما بين التلات الحاجات دي كلها. طيب هل دي كده بس؟ لازم نرجع كده ورا شوية عشان لا في كمان في بقى بعض كمان مننساش نحط كوماند بتاعتنا. الكومن بتاعتنا مثلا نسميها مثلا ماي فان، اختصار ماي فانكشن. يعني احنا عرفنا الفاريبل مكانها فين لكن ماي فان ما عرفناش فين. احنا هنعمل هنا متغير، نعمل كده داله اسمها ديف ماي فان، وبعدين هنا طبعا محتاجين نطبع القيمه اللي احنا محتاجينها في الليبل. وعشان نطبعها لازم نعمل لنا ليبل بس نسميها ليبل ايكوال ليبل روت. وهنا طبعا منساش انا اقول ليبل دوت باك. طيب هنا طبعا محتاجين الليبل بتاعنا عشان نحطها في ماي فاكشن، فمحتاج اعمل فاريبل وهسميه اس اس بيساوي اس تي ار. دي فاريبل بيساوي القيمة اللي تحول من النص اللي هي var.get. تعرفين طبعا ايه var؟ يعني جيب لي القيمة بتاعت var دي. واقول هنا مثلا label اللي احنا عملناه ان نوع النص بتاعه text بيساوي ال ss. شايفين الموضوع طبعا مش مفهوش اي صعوبة خالص، لازم تبقى كده عشان طبعا دي دالة، فلازم دول التلاتة دولت السطور دي لازم تكون inherent من الدالة دي كلها. هل كده فقط لا غير؟ لا، ده احنا محتاجين نعمل نعرف برضو حاجة تانية زيها. دي 1 2 3 4 زي انت معايز مثلا. دي واحدة تانية ايه التانية التالتة، هنعمل راديو تالت الرابع كذلك. الأمر هنا برضو هنقول قلنا مثلا R1 دوت باك واحد اتنين تلاتة أربعة، واحد اتنين تلاتة أربعة بس كده دوت باك. على فكرة نسينا كمان نحط التكست هنا، تكست سميه مثلا ايه من وهنا برضو التكست بتاعتنا سميه هون بس الجهاز كده عند شوية. تكست مثلا نسميه وومن عشان الجهاز عندي ضعيف شوية. ودي هعمل مثلا احط التكست هنا كمان نسميه مثلا اي حاجة بقى انت عايزينها.
تكست بتساوي بوي. خلينا ناخدها كده كوبي عشان الجهاز عندي بيهنج شوية. وقول مثلا هنا جير لازم يكون بالدبل كوتيشن على فكرة الحاجات دي. ودي برضه بين دبل كوتيشن. شايفين الموضوع لا يوجد أسهل من ذلك يعني. نجرب كده نشوف. ده مثال بسيط عن استخدام رجيباتون. أهو برنامج الشغل عندنا. لو دوست على هوم هتجيب لنا رقم واحد، دي رقم اثنين، دي رقم ثلاثة، دي رقم أربعة. واحنا كده انتهينا من هذا الدرس. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.